بقت الفتيات دلوقتي معظمهم بيعملوا حاجة في وشهم، يبقى عندهم دقن مدببة كده. انا مش عارفة دي موضة ولا دي حاجة مفيدة ولا دي حاجة طعمها حلو. يعني ايه موضوع الدقن؟ ليها اسم زي البوز كده. هي تحديدة الفك ها والدقن المدببة مع رافع الخد بنسميها تكساس أو نفرتيتي. هم اللي بيها الشكل بيبقى مش من الفتيات أو السيدات بيتجنبوا تدويرة الوش. ليه؟ زمان كان تدويرة الوش دي موضة، اه لا دلوقتي تدويرة الوجه في السيدات والفتيات مش موضة خالص. ايوه الوجه اللي يعتبر طولي أكتر اه ونازل عريض من فوق ومدبب من تحت، طبعا في مبالغه احيانا بيبقى في الشكل ان هو ما بيبقاش برضو منطقي. عشان كده زي ما بقول لحضرتك هو الفور دي في الاخر له بعد رابع وهو تقبل الشكل اللي اترسم. هم ممكن يبقى الرسمه اتعملت بزياده شويه مش ماشيه مع شخصية الإنسان نفسه، مش ماشية مع تسريحة شعره، مش ماشية مع اللوك اللي الناس متعودة عليه فيها. وفي فنانات عملتها ما زودتهمش جمال، لا يعني قللت من إعجاب الناس بيهم كلوك ككيوت فيس. أوقات بيبقى نوع تغيير مود على فكرة، يعني اه هي موضة فعلا، انا الناس كلها بغير تبقى شبه بعض. المود ان انا بغير حالتي المزاجية شوي، نفخ بعمل نيو الشفايف لوك. مع دقن مع الخدود، فكلنا بنبقى شبه بعض. شفتي اغنية احد الفنانين كان بيقول يا بنات شكلكم بقى زي بعض، بجد؟ ده صابر مين؟ الرباعي. صبر؟ بجد؟ لا هو له حق يعني، هو مش شايفين الموضوع ده حوالينا. فالرسمات لازم يبقى كل واحدة الرسمة بتاعتها تبقى قريبة من شخصيتها وقريبة من اللوك اللي هي تتقبله والناس فكده يتقبلوه. اللي وشه مدور هو كده مش على الموضة، دي مودي يعني مش هنقول يعني، كده، لكن خلينا علينا. نقول ان في ترند معين اوكي موجود الناس ماشية وراه. لكن كل انسان احساسه بنفسه واحساس الاخرين الفور ليه هو دي اهم بتاعه حاجة. مختلف عن بالظبط الفور دي بالظبط. بتاعه.